أعلن دولة الاحتلال المغربية نهار أمس عن قبول مرشح الأمين العام لمنصب المبعوث الشخصي للصحراء الغربية في شخص السيد ستيفان دي مستورا. كان متوقعا بحكم أننا كنا نعلم بأن هناك أطراف وازنة في مجلس الأمن كانت تمارس ضغوط كبيرة على النظام المغربي من أجل أن يعود عن موقفه السابق الذي أعلن فيه رسميا رفضه لمرشح ستيفان دي مستورا. إذن من ناحية قبول دولة الاحتلال المغربية هو رضوخ لهذه الضغوط، ومن ناحية أخرى وهي نقطة يجب التأكيد عليها أيضا بأن قبول دولة الاحتلال المغربية لا يعني شيء بحكم أن النظام المغربي معروف بسوء نيته، وبالتالي هي مناورة أخرى من أجل إعطاء الانطباع بأنه متعاون مع الجهود الأممية. ولكننا نعلم جميعا بأن دولة الاحتلال المغربية لا تمتلك لأي إرادة سياسية من أجل الانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال. كذلك كشف ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أن مهام المبعوث الأممي الجديد هو التعاطي مع المستجدات على الأرض بعد خروقات المغرب وخرق المغرب لوقف إطلاق النار وتقديم مقترحات بشأن تفعيل عملية السلام. أولى النقاط والقضايا التي سيتعاطى معها هو المستجدات على الأرض التي عقبت 13 من شهر نوفمبر من العام الماضي، حينما قامت دولة الاحتلال المغربية بخرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، ثم عملها العدواني على الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية. إذن أعتقد بأن أولى القضايا التي سيتعاطى معها هي هذه المستجدات. ثم بحسب تعاطيه مع هذه القضية ربما تكون لديه مقترحات بشأن تفعيل العملية السلمية المتوقفة ليس فقط منذ 13 من شهر نوفمبر من العام الماضي، وإنما من اللحظة التي أعلنت فيها دولة الاحتلال المغربية رفضها التام للاستمرار في العملية السلمية التي كانت ستقود إلى إجراء استفتاء حر وعادل ونزيه يكفل لشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.